بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، ونتمنى أنكم تطبقوا الفيديوهات ديالي إن شاء الله كما تبغيو، ويركنوا رقوا الإعجاب ديالكم إن شاء الله. اليوم أنا شنو غادي ندير؟ لقيت عندي حلة الفريغو، لقيت عندي كاين لي كوتليت، وكاين عندي هاد الرز مع الكفتة. كنت درت به ورق العنب وبقى عندي، وعندي الفلفله، عندي الفلفله، فقلت اش غادي ندير؟ غادي ندير الكوتليت وغادي نعمرو بهذيك الفلفله. قسمتها على نص لان شويه كبيره، وكانت صغيره كراني عمرتها يعني كامله، مي هذه قسمتها على نص وقلت لانها كبيره، قلت غنعمر به باش ما نضيعهاش. غادي نعمر به هاد الكفته اللي بالرز. اشنو دايره فيها؟ انا دايره الكفته والرز. طبعا الرز ماشي مسلوق، يعني كما هو، يعني غير غسلته وخلطته مع الكفته ديالي ديال اللحم، وفيه القزبر والمعدنوس، محكوكه فيه البصله والملح والفلفل الاسود وشويه بابريكا، مطيشة بيغي حتى هي حطيتها فيها، معجون طماطم، ملح، فلفل، وشويه تحميره اللي هي بابريكا. هادشي اللي درت فيه، وكنخلطهم مزيان، والقزبر والمعدنوس كما قلت لكم، وخلطتهم مزيان، وكدرت بهم ورق العنب. بصح اليوم غادي ندير بهم كما قلت لكم الفلفله. صافي، دابا شنو غادي نحتاجو؟ انا غادي ندخل هادشي كله وندخلو الفران، ما ندير حتى حاجه في فوق البوطه. هادشي كله يعني راه خضر، حتى حاجه ما هي طايبه. اشنو غادي نزيدو لهاد الكوتلات مزيان باش نتبلوهم؟ غادي ندير عليهم شويه في البصله، بصله وحده مشلضه. غادي نزيد عليهم غندير شويه التوابل تاعنا المعتاده اللي كنديرو دائما. غادي ندير هنا شويه سكينجبير، نتمنى ندير هاد المعلقه احسن، معلقه سكينجبير، جينجر، ملح، مقدار ديال الرز والكفته ديالنا راه فيه الملح، فما تحتاجوش تكثروا بزاف، لان اصلا انا الخلطه ديالي راه دايره فيها الملح وما كتحتاجش. شويه كمون، هذه بالنسبه لي كوتلات باش نبدا نرقد فيها، بابريكا تحميره، غندير قزبر يابس، تاهو قزبر يابس، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم عرق، خرقوم عرق، ديال زيت الزيتون اوليف اويل، نخلط في هذوك لي التوابل ديالنا، نحاول نخلطهم باش يشربوا هذوك المقادير. كان عندكم الوقت تقدروا ترقدوها مع الصباح وتال، وتقدروا هكا كما هكا، ان هكا صافي هكا كتجي مشويه، هذه كتجي مشويه الا بغيتوا ديروا مشويه يعني في الفران من غير ولا شيء، كتزيدوا عليها غير واحد شلاضه في الجنب وصافي هكا، يعني هكا نظن كافيه. المهم سنرقدوا هاد لي كوتليت ديالنا، كنحطوهم على الجنب، وكنجيبو الكفته ديال داك الكفته ديالنا والفلفله اللي قلنا لها هي منقيه، وكنشد هذيك وكنحاول نعمر بها الفلفله ديالي. كما هاد الطريقه هكا نحاول نعمرها، وكنحطها عاود نفس الشيء، الطريقه نفس الشيء الثانيه. تقدروا تشدوا حتى البطاطا، تقدروا تشدوا حتى البطاطا الى عندكم بطاطا، تقسموها على نص، ولا تشدوها وتقوروها من الداخل وتخووها وتعمروها حتى هي، بحكم الناس اللي ما تيبغيوش مثلا الفلفله ولا سبحان الله، فممكن يديروها الطريقه هذه.
المهم كنتواصلو كيما هاد، كنبقى نعمر في الفلفله ديالي، مكترتش بزاف كيما قلت لكم. الا كانت عندكم صغيره راه غير حيدو لها غير الراس الفوقيني وعمروها، يعني راه ما كايناش امراه ما عمرهاش قبل اولا ما عرفاش تعمرها. والدينا كاع كانوا كيديروها يعني هنا غير هي، يعني شغل كناكلوها يعني ضروري كتكون مره في السيمانه هذه الوجبه هذه ديال الرز فلفل فلفل معمر. تواصلوا كيما هكا، لبقى عليكم شويه تقدروا ديروا حتى البصله كتسلقوها، بصله كتسلقوها اييه وكتهزوا لها ديك الورقه ديالتها وكتعمروها حتى هي. يا الناس اللي كيبغوا البصله يعني عطى الله ما يدار، كيكون القرعه اللي عندك اللي عندك متوفر في البيت. المهم هادو الراس ديال الفلفله من الفوق، غادي نشدهم نقطعهم ما نضيعوش حتى حاجه، ما تضيع معانا اي حاجه ما تضيعش معانا، بالاخص خضره صحيه مزيانه. شكون اللي ما تيبغيش؟ اكيد كلشي تيبغي الخضره. حاولوا نتخلصوا من هاد النبته هذه البيضاء لانها كتطلق المرار. المهم نبقى نتواصلوا هكا، نحاول نحطهم في جميع الجوانب. فلفلة حارة اختيارية الا بغيتوها كنحطها حتى هي. شتي الشكل ديالو كيف كي؟ غير الشكل ديالو تيشهي. شديت هنا لو عندكم المطيشة فريش يكون احسن، الا ما عندكمش مطيشة فريش تقدروا ديروا تشاب التوميتو ولا المطيشة عادية او لا مطيشة بيغي اللي عندكم. المهم انا شديتها وطحنتها، الا عندكم مطيشة عادية طحنوها، زدوا عليها فقط نص كاس ديال الماء. انا زدت هنا ملي بغيت نطحنها زدت نص كاس ديال الماء. وغادي نشدها، هذه هي اللي غادي تكون السقوه ديالها اللي غطيب بها هاد لاصوص، غطيب بها داك الرز مع الكفته. نكونوا طبعا التوابل راه عندنا ما محتاجش التوابل، راني درتها الاول في الكوتليت. فخذوا الحذر ديالكم ما تكثروش حتى الاخر، ولا بغيتو تذوقوا وتشوفوا شي حاجه ناقصه ما كاينش مشكل. خلي ديك الصوص تدخل مزيان، غادي نغطيها دابا بالفويل بابي الومنيوم وعندخل على درجه حراره 180 درجه، وغادي نخليها تطيب على راحتها مده 45 بين 45 دقيقه حتى ساعه. ما تعلوش اكثر من 180، ماذا بكم الا درتو 170 او 160 ماشي مشكله. المهم تكون الفران سخون في الاول ومن بعدها كتدخلوها ان شاء الله. انا غادي ندخلها ان شاء الله الفران ونرجع لكم ان شاء الله في طبق التقديم. والسلام عليكم، نرجع لكم بعد قليل. هيا الصينية تاعنا بعد ما وجدت كما كتشوفوا، انا زدت هنا واحد الفلفله من اللي بقاو ليا واحد الشيء ديال الكفته، فزدت هنا واحد الفلفله حتى هي عمرتها كما قلت لكم، هي بقات لكم الا ما بقاش يعني. فالمهم انا عمرت هذيك الفلفله اللي مفتوحه، وهذه غير فلفله صغيره لقيتها في الثلاجه، فقلت في نفس الوقت حاجه ما تضيع غادي نعمرها. هذه هي الصينية ديالنا، غادي نسربوها قدامكم فيها شويه لاصوص حيت اللي كيحبوا ياكلوا بالخبز اولا هذاك الرز في حد ذاته يبغي ياكلوه بلاصوص، شي تسقى بديك لاصوص كما كتشوفوا. كل شيء طايب، كل شيء ما شاء الله، ما عندي ما نقول. وريحتها مع هذا البرد هذا جاني الجوع. غادي نوريكم كيف كتجي كما كتشوفوها، كل شيء طايب. شتو الرز كيفاه جاي طايب ما عندي ما نقول. شوفوا كيبان لكم طيب، وحتى اللحم هو طيب. نتمنوا هاد الاكله انكم تجربوها، خاصة في هاد البرد هذا، هادشي رائعه رائعه. نتمنى تكون عجباتكم.
انا صافي جاني الجوع باغا ناكل. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، اما تنساونيش كما العاده انكم تعلقوا ديروا تعليقات سبسكرايب وتديروا حتى مع الاصدقاء ديالكم، تشيروا مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى الاكله ديال اليوم انها تعجبكم ان شاء الله، في موعد اخر مع اكله جديده مع لولا غلاسكو. السلام عليكم.